اكيد انا نفسي ارجع للتصنيف، بس الاهم ان انا ارجع لمستواي. احس ان انا بس الفتره اللي فاتت كان في ظروف خلتني ما اعرفش العب لاحسن مستوى عندي، فالاهم ان انا ارجع لمستواي، وهيتتبعها بقى نتائج كويسه، وبالتالي اتتبعها يا رب ان انا اقدر ارجع للتصنيف يعني ان شاء الله. طيب بخصوص كورونا والبطولات اللي بتتلعب في الصين، هل في كلام مع الاتحاد الدولي عن البطولات دي؟ هل في لسه في بطوله ملغيه؟ لسه بعت لنا ايميل، في بطوله اتلغت خلاص، وفي بطوله ثانيه بتتلعب في ماكاو اللي هي جنب هونج كونج وجنب الصين، بنسبه كبيره قوي هتتاجل، بس لسه مستنيين يتاكدوا من الدوله هناك يعني. بس غالبا هتتاجل، لان طبعا اهم حاجه صحه وسلامه اللاعبين. تمام.